قبل ما نبدأ الفيلم صلى على النبي. بيبدأ فيلمنا بعربية على الطريق السريع وبيكون فيها مايكل واخته ايما، وكانوا مسافرين يقضوا اجازة الصيف في مكان جديد. قال لها شغلي اي اغنية تسلينا لان الطريق لسه طويل. قال لها اقفلي يا شيخة اللي انت مشغلاه ده، الدبان اتلم علينا. في الوقت ده شاحنة بتدخل فيهم والسواق عامل زي المجنون. مايكل حاول يعديه لكنه مصمم يضايقه، وبعد شوية بيعدي وبتكون العربية شبيهة بعربية الحانوتي، ومايكل وإيما مصدومين لان المجنون ده كان هيموتهم. مايكل قال لامك ارعى يالا، وطبعا قال له كده بعد ما مشي بعيد عشان ما يسمعش. بعد شوية قال لي إيما انا نازل اعمل ثواب واسقي الزرع. قالت له زرع ايه اللي هتنزل تسقيه؟ اتفاجئت انه نازل يعمل بيبي. قالت له طب ما تقول عايزه شوق سوري عايز اعمل حمام. المهم بيرتاحوا شويه وبيكملوا طريقهم، وبيلاحظوا ان العربيه واقفه قدام كنيسه قديمه وفي شخص بيشيل اشياء في قماش وعليها بقع دم وبيحدفها في ماسوره كبيره. والمشكله ان الشخص ده بيشوفهم وبيبص لهم بشكل مخيف. بسرعه ايما حاولت تتصل بالشرطه لكن الموبايل بيفصل شحن، وبيتفاجئوا ان الشاحنه متجهه ناحيتهم. ايما خافت وقالت له امشي باقصى سرعه، لكن بعد فوات الاوان مايكل بيترعب وبيحاول يسبقه لكنه اسرع منه، فبيضطر يدخل في حقل جانبي عشان يتخلص منه. وفعلا بيتخلص منه وبينزل يصلح عربيته، وإيما بتقول له لازم نشوف حد يساعدنا، لكن مايكل بيقترح عليها يرجع له الماسوره اللي حذف فيها الجثث، يمكن يكون في شخص محتاج مساعده. قالت له انت مجنون ولا ايه؟ ده شخص مش طبيعي ولو شفنا هناك هيموتنا. قال لها لو انت مكان الاشخاص دي كنت هتتمنى حد يساعدك. وفعلا بيقنعها يرجعوا تاني هناك، وبيوصلوا قدام مبنى الكنيسه القديمه والمكان شكله مخيف. واول ما بيقربوا للماسوره بيتفاجئوا ان ريحتها وحش. المهم بينادي باعلى صوت يمكن حد يسمعه، وفعلا بيسمع صوت ضعيف بيرد عليه. قال لها مش قلتلك في حد محتاج مساعده؟ وبيطلب منها تمسك رجله عشان يدخل، وبيتفاجئ بفران وبيصوت. قالت له لو لقيت الجثه شدها. قال لها يا ريتني لقيت الجثه، ده انا لقيت فران. فصوتت هي كمان وثابته. فبينزل تحت في المكان ده وبتكون ايده انجرحت، فبيقطع التيشيرت وبيربطها. وايما بتنادى عليه قال لها ما تخافيش انا كويس. ولسه ما كملش الكلمه بيلاقي الجثث حواليه في كل مكان، فبيخاف وبيلزم الصمت وبيمشي بهدوء. وفجأة شخص بيمسك رجله وبتكون دي الجثة اللي حدفها من شوية. المهم بيكشف وشه وبيحاول يفهم اللي حصل معاه، لكن بيموت قبل ما يتكلم. وبيبص على السقف بيتفاجئ بمئات الجثث قدامه. في الوقت ده ايما مستنية اي عربية تعدي علشان تطلب المساعدة، وفجأة بتظهر عربية الحانوتي وبتحاول تمشي من المكان، لكن العربية بتتعطل منها، ومن حسن حظها بتكون عربية تانية، فبتهدى وبتاخد نفسها. اتفاجئت بمايكل وصل بس كان مصدوم بسبب اللي شافه ومش بيتكلم نهائي، فبتدخله العربيه وبتحاول تفهم منه شاف ايه، لكنه مازال ساكت ومش بيتكلم. وبعد شويه بيقابله كافيتيريا، فبتقول له هننزل نتصل بالشرطه وهنكون في امان ما تخافش. واول ما بينزلوا بيتفاجئوا بالشخص ده متجه للكنيسه القديمه، فبيدخلوا الكافيتيريا يطلبوا المساعده. وايما طلبت انها تتصل بالشرطه، قالت له قول للناس انت شفت ايه عند الكنيسه، لكن بيخاف ومش بيتكلم. فتعصبت عليه وقالت له انت حكايتك ايه؟ ما تتكلم عشان يساعدونا. قال لها انا متاكد انه اول ما يوصل الكنيسه هيعرف ان كنت هناك وهيموتني. في اللحظه دي التليفون بيرن وايما بترد، وبتلاقي واحده بتتكلم بس مش بتفهم منها حاجه. مايكل خد منها التليفون وقال لها انت مين يا وليه انت وعايزه ايه؟ المفاجاه انها بتوصف شكله وبتقول له انت حاطط وشم على معدتك، وبتحكي له كمان عن الجثث اللي شافها، وبتطلب منه يهرب لان الوحش مش هيسيبه. وبتشغل اغنيه معينه وقالت له اول ما تسمع الاغنيه دي في اي مكان اهرب من المكان لان هيحصل شيء فظيع. فبيخاف وبيقفل المكالمه في وشها. وبعد شويه بيوصل اتنين من الشرطه، فبيقول لهم شفت بعيني اكتر من 100 جثه مقتولين، لكنهم مش بيصدقوه. قال لهم تعالوا معايا وهتشوفوا الكلام ده بنفسكم. في اللحظه دي العامله قالت لهم في مشكله وخدتهم لعربيتهم، وقالت لهم شخص غريب طلع الهدوم وفضل يشم ويلحس فيها. مايكل قال لهم اتاكدتوا بقى عشان تبقوا تصدقوني، وبيلم الهدوم وهو متضايق، وقال للظابط حتى البوكسرات كان بيشمها. المهم بيتجه للكنيسه عشان يكشف المجرم ده، والشرطه كانت ماشيه وراه. وبيوصل لهم بلاغ ان الكنيسه المتجهين ليها بتتحرق دلوقتي، والمشكله ان رجال الاطفاء مش قادرين يسيطروا على الحريق. في الوقت ده مايكل بيشغل الراديو وبيلاقي الاغنيه اللي الست قالت له اهرب اول ما تسمعها، وفعلا بيوصل الوحش على عربيه الشرطه. الظابط قال لها شوفي مين اللي بيعمل صوت فوق ده، فبتطلع تبص ويا ريتها ما طلعت. شيء غريب بيسحبها وبيمسك الظابط من دماغه وبيسمي الله وبيذبح، وبيحدف الدماغ على عربيه مايكل. قال لي ايما مين اللي حذف الكره دي؟ قالت له المشكله مش في مين اللي حذفها، المشكله
المشكله ان تقريبا فيها ودان ومناخير، فبينزلوا يبصوا على عربيه الشرطه وبيلاحظوا ان في كائن غريب في العربيه، وبعدين بيمسك دماغ الضابط وبيقول لابوسك منين يا جميل. ومايكل وايما بيكونوا هربوا من المكان وبيفضلوا ماشيين لحد ما بيقابلوا بيت، فبينزلوا يخبطوا عليه عشان يستخدموا التليفون ويطلبوا المساعده. فبتطلع ست عجوزه وبتقول لهم مفيش تليفون. في اللحظه دي بيشوفوا الكائن ده قدامهم، والست افتكرته حرامي وضربته بالسلاح، لكن بتكون خدعه والوحش الحقيقي بيدخل البيت بتاعها، فبتدخل عشان تموته. مايكل حاول يمنعها لكنها ضربته في قال لها ربنا على المفتري يا شيخ. وبعد شويه بيتفاجئوا انها واقفه ومش بتتكلم، قالوا لها ايه يا حاجه عملت ايه، وبيتفاجئوا ان الوحش قتلها ومش باين ده بني ادم ولا جن ولا ايه حكايته. بسرعه بياخدوا العربيه عشان يمشوا لكن بتتعطل منهم. قال لهم انتوا خايفين من ايه يا جماعه؟ يا جماعه ده انا حتى لابس جلابيه. انا ابو جلابيه اللي ما بشوفش، انا اللي فرقع، انا متغير مترشم. قالوا له تعالى يا ابو جلابيه، وبيدخلوا فيه باقصى سرعه وبيخبطوه، ومش كده وبس، بيدوسوا عليه اكتر من مره. مايكل قال لها كفايه كده اكيد مات، وفجاه بيطلع له جناح فبيدوسوا عليه وبيهربوا، وبيوصلوا قسم الشرطه وبيكلموا اهلهم عشان يطمنوهم. بعد شويه بتدخل سيده اسمها جينيز وبيتفاجئوا انها عارفه اساميهم، والظابط حاول يبعدها عنهم لكنها مصممه تتكلم معاهم، وبنفهم انها عالمه روحانيه وهي اللي كلمتهم في التليفون، وبتقول له ان كل 23 سنه الوحش ده بيصحى وبيظهر لمده 23 يوم عشان ياكل. قال لها بياكل فول وطعميه يعني ولا بياكل ايه؟ قالت له فول وطعميه، ده بياكل العيون عشان يشوف، وبياكل الرئتين عشان يتنفس، وبياكل عشان يعمل بيبي، وانه دايما بيلبس جلابيه عشان يخفي جسمه البشع. قال لها فعلا هو قال لنا انا ابو جلابيه المطرقع. قالت له في حاجه لازم تعرفها، معنى انه شم هدومك يبقى محتاج حاجه من جسمك. في اللحظه دي الكهرباء بتفصل. قالت لهم انا حاسه انه موجود في المكان. في الناحيه الثانيه الضابط بيتفقد المساجين، بيتفاجئ بالوحش بياكل واحد منهم، فبيضرب عليه بالسلاح، بس الله يرحمه بقى كان شجاع. واثناء ما الجماعه دول بيتكلموا اتفاجئوا بالمعلم ده باصص عليهم. مايكل بياخد ايما وبيطلع فوق، جينز بتستسلم وبتقعد مكانها. الوحش شم ريحتها وقال لها الله يقرفك استحمي بقى، وسابها لانه مش محتاج حاجه من جسمها. وبيطلع يمسك مايكل واخته، واول ما شم ريحته قال له ده انا بدور عليك من زمان، عرفتك من البوكسر بتاعك، وبيسيب ايما وبيمسكه. ورجاله الشرطه بيوصلوا لكن بيخافوا يضربوا عليه، وبتحاول ايما تقنع الوحش انه ياخدها ويسيب اخوها، لكن بيفرج جناحاته وبياخده وبيطير، وبتحاول تلحقه لكن بدون فايده، فبتنام في القسم لحد تاني يوم. وجينز قالت لها ان اهلها وصلوا عشان ياخدوها، واول ما بتطلع بتشوف غراب وبتفضل باصه عليه، وبيكون الوحش انتقل لمكان جديد عشان يخزن فيه الضحايا بتاعته. ومايكل اول جثه في المكان الجديد، وربنا يجعل جثته فتحه خير ان شاء الله في المكان الجديد. اشوفكم الفيلم الجاي.